بوريكم شيء غريب. هذا مفتاح فورد بس السيارة مين فورد. سيارة أستون مارتن فانكوش اس 2009 ما شاء الله. ليش مفتاح الفورد؟ لأن فورد في الثمانينات إلى أواخر التسعينات كانت تملك أستون مارتن. فأستون مارتن كملت باستخدام بعض منتجات فورد. مع أن أستون مارتن صناعة بالكامل 100% وسيارة 100% بريطانية. التحفة اللي تشوفونها هنا 2589 حبة في العالم فقط. تخيل في كل العالم اللي فيه حول 8 مليار شخص ما في إلا 2589 نسخة. الفانكوش أس مو بكل الفانكوش. اذكر والله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. 12 سلندر تنفس طبيعي 5.9 لتر ما في أي إضافة. 12 سلندر تنفس طبيعي 520 حصان تخيلوا في هذاك الوقت. 577 نيوتن متر من التورك. سيارة دفع خلفي. الماكينة هذه صناعة يدوية بالكامل ما في تدخل أي آلة. طبعا يعلمونك أستون مارتن السيارة يقول لك هاند بيلت إن إنجلند في بريطانيا. وهنا يحطون اسم الشخص اللي شيك على الماكينة الأخيرة والمسؤول عن التشيك عن تركيب المكاين في السيارة. وهنا موجود اسم الشخص وهنا رقم الماكينة. نروح للداخلية بالله نشوف درجة اللون. شوف الدقة في الرش مو طبيعي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ترى في السعودية ما في منها تقريبا هذه اللي الظاهر ثلاث حبات إذا ماني بغلطان. شوف اللون الخارجي معكوس بالجلد نفس اللون جوا شيء مو طبيعي. طبعا أستون مارتن الجلنطة والبريك يكون يدوي باليسار ممكن ما تشوفونها كثير دي. ترى التصميم هذا عمره 25 سنة. الله يا أستون مارتن ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شوف كيف الدقة البادل شفت بالجلد. السيارة 100% صناعة يدوية ولو تلاحظون الخيوط مو بجاية مستقيمة بالضبط في السيارة لأن يخيطونها باليد. سقف السيارة الكنتارا يا سلام. شوف شوف الكونسول شوف الجمال. هذا غير السيارة وهنا سر التشغيل. بس لازم معلش تحط المفتاح هنا أول نشغل. بسم الله بسم الله. أستون مارتن للفخامة والرقي عنوان والله العظيم. محبين السيارات اللي ما عنده أستون مارتن أنا آسف ما يفهم.